السلام عليكم ورحمة الله. خاوتنا تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. نظر الله أكبر. هاي بلاد مليون ونص شاهد. هاي لك الله أكبر. هاي بلاد مليون ونص شاهد. هاي لك الله أكبر. شكون يتحمل المسؤوليات هادو؟ هاي بلاد مليون ونص شاهد. هادي هي هاي هاي لك. هاي بلاد السراقين. هاي لك هاي لك هاي لك. شعب يموتوا وشكون يدير زابورتومو؟ ولاد لي جينيرو ولاد شواكر هادو ما زواو لهادو ما كاش اللي يشوف فيهم. شوف شكون يموت. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. انا لله وانا اليه راجعون. الله اكبر الله اكبر. نحسبهم شهداء. من مات في الردمي فهو شهيد. من مات في الردمي فهو شهيد. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الإنسان يكرتق دين رب. الإنسان يكرتق روحه. دين رب يا علاه 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 هاي جون. لا إله إلا الله. علاه شكون يتحمل المسؤولية هذه؟ شكون؟ هكذا تفرق الزوال. شكون يتحمل المسؤولية؟ الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بيبلي خاوتنا بارطاجيو. خاوتنا بارطاجيو يا خاوتنا بارطاجيو. ليك 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 الظلم. ليك الظلم متفرى غير في الزوالي. اقسم بالله غير متكره متفرى غير في الزوالي. ليك ليك الفاميليات. ليك الموتى. القصبه القصبه وحق ربي غير متفرى غير في الزوالي. اقسم بالله حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. من 4:30 تاع الصباح هذا ونخرجوا الدوزيام. امين امين امين. ما عليك ما قدرت. ما هم مخلوق ما قدرت. ما صابت الشهاده. متفرغ غير في الزوالي يا والله. غير متفرغ غير في الزوالي. هذه هي القصبه. هذه هي القصبة. شكون يتحمل المسؤولية من ساعة؟ الضرائب اللي راه بتادية كاين 1000 ضرائب في القصبة يا حتريس. ما نشكتين بإذن الله ما نشكتين. القصبة اللي راه بتادية والظروف اللي تحمل كاين 1000 من قلب راهم محرق. وما تنحرقش قلبو على الحراقة راه تنحرق على الدار اللي رابت. ما تنحرقش على الدار اللي رابت تنحرق على وليدو اللي ماشي مزوج. لما تنحرقش على وليدو اللي ماشي مزوج تنحرق على بنته اللي عاودت ولات له الدار وعلى جال الديخ وما صابش وين يديرها. واللي جات بولادها ما كانش وين يحطها. اللي راح 8 وجات كاش واش نهضروا هاولي كنشوف على المباشر هاولي. خاوتنا بارطاجيو الماكسيمو. بارطاجي الماكسيمو. بارطاجي الماكسيمو. رانا في حقنا. بارطاجيو الماكسيمو. ماشي ماشي خاوتي خاوتي بوليسي قالوا دير لك روش. دير على جنازو فكرنا في لابوليس تاع الامريكان كي تخلص الحرب يدخلوا. استاهلوا هذه يوم طفرة غير في الزوالي مسكين. خاوتنا عاونونا بالبارطاج الله يرحمونا. خاوتنا خاوتنا عاونونا بالبارطاج الله يسطركم. عاونونا بارطاج. بارطاجي بارطاجي الماكسيم. حومتنا وهادو هما 260 وهما ساكنين لهنا ماشي تاع اللي جاو البارح ولا البارح. هما عائلتهم بناتهم خواتاتهم خاوتهم ولادهم والديهم كاملين. بيبي 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 شهر شهر رانا نستناو فيه يخرجوا. لحمه مازالوا لحمه. لا لا المرغيغه تاعو مازال ما لا اله الا الله محمد رسول الله. وكيلكم ربي يا وكيلكم ربي. ولا ما مات بادك لهوى ولا ما مات بادك الردمي متمرضاعة اللي ماهوش كيرضع من المصدر يما.
بارطاجيو خاوتنا بارطاجيو لازم تعاونوا المدنية اللي راهم في الريسك الفوق وريهم هم اميريسكي وهاملك على بالي تقول لي خدمتهم على بالي وش راح تقول لي بصح هاملك وما ثاني راهم في الريسك وهاد الدار هذيك ما رانا واقفين لهناك بطيح علينا هايدي هايدي راهي حكومة كاع بالحطب شو الشعب وين راهو عايش وين رانا واقفين هكا رانا في الريسك ليك الشعب وين راهو عايش قال لك فرنسا هي تحكم بروجي تاع القصبة لا لا بإذن الله أقسم بالله ما تحكموا حاجة مقنين تربيه مقنين كي تجيبوا تربيه ديروا فيه كاجة شابة فما بالك بالإنسان اللي فيه الروح فيه الدم اللي تحاسب عليه مع القيامة مقنين ديلو كاجة شابة شريلو البراقة مليحة الماكلة ما هضرناش عليها ما كاشوش ناكلو بصح شوفوا وين تسكن شوفوا وين تسكن أبسط الأمور أبسط حقوق الشعب الجزائري ما كاش حقوق ما كاش حقوق في هاد البلاد ما كاش حقوق ويبليجيو عليك الواجبات وشنو تخلص لي زامبو سراقين بلاد سراقين حق ربي غير بلاد سراقين خاوتنا عاونونا بالبارطاج الله يرحم والديك عاونونا بارطاج راهي وصل 2000 يعني. ايوا صلاه 2000 ما انا داير والو عاونونا بارطاج خاوتنا يماكم الله يستركم بارطاجيو باش يشوفوا الشعب الجزائري واش راهو يعاني ما خرجناش هكذاك حنا في لاماش على بالنا واش رانا نديرو هاي لي كاملي ريزيلت هامل هامل ها الحمايه مخرجه العباد عباد ميتين عباد ما على بالناش دار محيين ودم مردومين الله ربي يجيب ساعة الخير الله ربي يجيب ساعة الخير بعد يجي الوالي والمير يقول لك رانا وقفنا وش وقف لا تسرقين لا تسرقين يا وكان وكان نحوسوا لي زارشيف ولي بوبي اللي مدافعينهم هذا الباتيمو بالك تر 40 دوسي وما استفادوش سيد على لي بابي قال لي بابي ربت عليهم الدار دابا باش نقابل قال لي هاملك ربت عليهم الدار هذه من الدار يطيح يا اخو بلا تكثر فيها الفيت انه السرقه والحرام ودعاوي الشر هذه وشي صلالة متفرغ غير في الزوالي اقسم بالله غير متفرغ غير في الزوالي هاي نعم لي بومبي يخدموا في خدمتهم الله يرحم والديهم خاوتنا ما داير ما رانا دايرين والو لازم تبارطاجيو لازم تلحق لازم هاد الفيديو يشوفوها باش تعرفوا لا سوفرونس اللي عايش فيها الشعب حق المكلفين بالقصبه 48 ولايه كيما كاين هادي لهنا في القصبه كنت في الدار الرايبه لهنا كاين في القصبه ثانيه هكذا دار ديال الرايبين و 48 ولايه كامل الاحياء الشعبيه اللي فيها الناس ساكنين واللي فيها الناس ماهمش عايشين حياتهم ينوض صباح ربي يخرج مع على بالوش ولا يصيب ولاده ولا ما يصيبهم هضرنا على فلسطين قلنا بالك فلسطين راهي في الحرب باينه يخرج يقول لك بلي بالك نولي ما نصيبهم صح انت في 2019 وماشي في وقت الاستعمار وماشي في وقت الاستدمار الناس اللي كانت تموت بالجوع وبرصاص وبالمدافع انت تدخل صباح ربي تخدم دوك تولي تخاف ولا الصغير يولي يقول لك انا ما ندخلش نسكن لهنا ما نروحش نقرا تولي له عقده نفسيه كيفاش حتى الوقت هذا يا رب ربي يجيب ساعة الخير برك يا خويا بيان رانا ولينا خاوتنا خاوتنا عاونونا بالبارطاج الله يرحم والديكم باش تلحق باش تلحق ها شوف شوف ان شاء الله يروحوا كاع لا يروحوا كاع حاجتي يروحوا كاع والله واحد فيهم مقعد باذن الله واحد فيهم مقعد ما شاء الله ليه تهبط من فوق شتا تخاف تزيد تهبط تخاف الله تخاف تزيد تهبط الله تخاف تزيد تهبط خاوتنا بارطاجيو الماكسيموم بارطاجي الماكسيموم هذا الفيديو نحبين نلحقوه الماكسيموم بارطاج الماكسيموم هام العائلات تاع اللي راهم ضروريين هام شوف كش راهم يطيحوا من هنا شوف كش راهم يطيحوا يقولنا متفرغ غير في الزوالي والله غير متفرغ غير في الزوالي قسيمو بالله غير الزوالي اللي ياسيمي ويخلص ويقعد يخلص وهما ولادهم يبعتوهم في الشونزيليزي مقابلو بلاد
ربي يهدينا ان شاء الله، ربي يهدينا ويهدي هالطواغيت هذول ان شاء الله، يا ربي تخرج فيهم وفي اولادهم يا ربي يا ربي. خاوتنا برك واحد الرساله صغيره، حنا كي قالوا لنا جايين نسقموا القصبه ونرموا القصبه، حنا القصبه باش ترممها وباش تسقمها تسقمها مساس يعطيك الصحه، صح باش ولاد جيت بالخام من برا وتقول راني خدمت لهذا بما هكذاك. شوف هاد الدار المسبوقه هاي ليك، هاي الدار المسبوقه عليك وشحال شابه عليك الحطم الداخل تقول ما شاء الله، بصح لو كان تدخل داخل شغل هذوك تاع ما ظلمش ما ظلمش اللي قالك اللي مشبح من برا كيف حوالك من الداخل. ما نسحقوا السبيغه، السبيغه حنا نسبغوا عادي مالك شنو نقول فيها، السبيغه نقدروا نسبغوا الحومه كاع صبغناها حاجه سهله، حنا نسحقوا الداخل شكون اللي يخدمها وما نسحقوش فرنسا تخدمها، حق ولادها اللي يخدموها ماشي فرنسا. توفر لما ثم ناصب الشغل الشاب تاع القصر. مصطفى مصطفى خوتنا ما رانا دايرين والو، لازم تبارطاجيو الماكسيموم الماكسيموم الماكسيموم، لازم تعاونونا بارطاج، ما رانا نقولوا والو هاي هايلي باش نلحقوا الميساج هذايا للمسؤولين. بون ما كاش مسؤولين باسكو يروحوا كاع شو الحجر كشام يخرجوا، ما كاش حتى المعدات، ما كاش معدات بسيطه بليد ان شاء الله ما تصراش كيما العياش. العياشي ما عاش ان شاء الله ما تصراش كيما الدراري اللي صابوهم في البير، واليوم الداخل دراري صغار كاين ثاني لي بيبي شهر واحد في عمره عام. هذه هي بناية في القصبة العاصمة الجزائر قدام مسجد كتشاوى الأثري، بناية أي عامرة بالسكان كانت آيلة للسوق. اللي بناوها بشحال من مليار هذا؟ شحال منهم؟ هذه هي بناية معمرة بالسكان كانت آيلة للسقوط، والسكان تاعها دفعوا الدوسيات باش يرحلوهم، راحوا للسلطات المحلية والمعنية بالأمور تاع الترحيل وشؤون الترحيل، قالوا لهم يا ودي الدار هذه حطيح فوق ريصالنا، قالوا لهم ما كاش مشكل اصبروا شوية تجي الرحلة ندوكم. جات الرحلة الأولانية ما راحوش، جات الرحلة الثانية ما راحوش، الثالثة ما راحوش، وزيد احسب شحال حبيت شحال من واحد جات على القصبة ما راحوش. وأنا نشاهد أنا نشاهد. 62 وهما هنا في القصبة. هاد الدار هادية الشتا والماء وتعمرت بالشتا وتعمرت بالماء كل نهار يقولوا يحطيح. هاد الشتا اللي صبت البارح شكون بينت العيوب وطاحت شوف كيفاش، وزيد دير في حسابك من البارح قبل ما طيح ما كانش تريسيتي في الحومة، وعلاش الجيران ما عرفوش باللي طاحت خاطر الشتا تريسيتي ما كانش، قالك باللي بالك الدار اللي قدامها هي اللي طاحت فيها حجرة ودارت هاد الحس. دوك هاديك صباح ربي كي ناضوا الفجر صابوا باللي السكان هادو ما كاشهم خرجوا يحوسوا عليهم، هاي لك من راهم هاد الجيران هذوما مساكن، وشوف مساكن حوايجهم مازالهم منشورين، طلع على الفوق جيران. حوايجهم فرا غير في الزوالي. وهذه الحوايج اللي هم منشورين مولاهم توفى ربي يرحمه باش دير حساب. اليوم راهي عليهم غدوة إن شاء الله راهي علينا، وهذه القصبة علينا كامل. والقصبة ولا طاح دار وحدة رايحة تروح كاملة، يشغل كارطة متلاصقة. طيح وحدة يطيح كلش. خوتنا عاونونا بالبارطاج الله يرحم والديكم. هادوما الجيران هادوما اللي توفوا داخل العمارة هادوما كاملنا الزواولة الدراري مولا دريريات صالي ولا هنا في الحومة كيما نقولوا ينافيقي، احنا نقولوا بالعامية تاعنا ينافيقي على ولاده وعلى حياته وعلى معيشته، ماشي انسان اللي لاباس به ولا الانسان اللي راه طامع باش يدير رافونير، لو كان عنده ما يريحش لهنا وراي له وراي الدار هادي. اه شوف وين مات، كانوا يبيعوا الحلوى نعرفهم لهنا، واحد فيهم كانت عنده كروسة مسكين باش يشري كروسة، واحد اخرى ما عندوش حرقت له الكروسة تاعو، عاود ستيكاها بالعقل باش يوصل بها دارو بالك شبيه يخرجهم باش يخرجهم من الضيق والدمار اللي راهم عايشين فيه. هايلك 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 الكروسة هذيك زادو تبعو فيها تحرق ليك ليك شرا يزيد تهبط هايلك ليك شرا يزيد تهبط. الصورة ابلغ من الكلكالة ما كانش وش نهضر راك تشوف بعينك شرا هذوك هذيك واحد ثلاث شهور ثاني فوقها كيما ريبورتنا طاح الدار عندها 20 يوم ولا سمانه تحرقت لهنا دويره تحرقت واحد البيته لهنا وعلى شري سيتي متلاصقه هذه في هذه ضربت لامس حرقت والسيد راه في خساره كبيره حرقت له كامل تاعو يا ودي واش راح تهضر واش راح تخلي. كاين دار الفوقه في القصبه قلنا لهم باللي هاد الدار راح تطيح واش داروا جابوا داروا لها المدريات عاودوا كالوها بارطاجيو خاوتنا بارطاجيو باش توصل لها. ما كاش مزال ماشي حاجة أربعة
هذه خاوتنا صفحات للقنوات، هذه هما صفحات على صفحات الفيسبوكيه، لانه احنا ما نتعاملوش مع القنوات، حتى قناه ما رانا نتعاملوا معها. شوفونا على الانقطاع هذا اليوم، هاي لك هاي الحبيلة اخوتنا، الحين يزيد يخرج واحد اخر. نورمال ما الحين يزيد يخرجوك شو واحد على حسب شو كي تشوف الحبيلة قد عرف اللي حين خرجوا بنا. لا اله الا الله محمد رسول. شوف شو يزيد تنب شو خاوتنا، هادوما الناس اللي راهم واقفين لنا، هادوما السكان اللي راهم واقفين منا ولا هاوي تنغلق التليفون ولا ما يبلوكي هادوما قاعد الجيران هادوما لما هنا يقلبهم راهم محلوقين، ماهمش واقفين يشوفوا باش يشوفوا ولا تقول باش يديروا الغاز، هادو قاع جيراننا ولاد حومتنا، وهادو مالا من الداخل طاحت عليهم دار كاع حبابنا وصحابنا ولاد حومتنا، ماشي انا واقفين باش نشوفوا ولا باش الغاز يعمروا الغاز، وهادو ما كاع العائله تاعهم هاولي كاك تشوف بعين. ما هاد الفاجعه هادي يسلك لحد الان غير ولد صغير باباه توفى الداخل يا ما كانش وليد ما كانش الداخل هاك فهمنا كيفاش كان في دار في دار مانو ما كانش معاه لا لو تاع باب الزوار هذاك ها كان ما يباتش هنا صغير اللي جا لي اللي كان هنايا يقرا الاخر ما يقراش تاع التحضير ياك يعني. اللي كان هنا توفى اللي كان في دار مانو ما ان شاء الله ربي يجيب شر لا حول ولا ماشي من اليوم نقدر نحكي لك هاد الحنية بالك عندها واحد 15 سنة ولا 16 سنة كاين هنا تاني في الريبوتة سعيد مزاري واسمه ياك ولا بلال مزاري اللي طاح ضراوج بالكبش بلال كان يقرا معايا طاح هكذا تاني من ضراوج دار ريبة عنده واحد شحال 15 سنة 16 سنة تسمى ماشي من اليوم هادوما ان شاء الله 20 سنة الله يرحمه فيه نقراو كلا سنة ثالثة ولا سنة ثانية يا عمي مولود اللي طاح عليه تلفزيون في الريبوتة أودي لو كان نبداو نحسبوا الضحايا تاع القصبة هادي راه أكثر من غزة هاكا فيه احنا ما قتلناش الاستعمار قتلتنا الدولة ديالنا احنا ما قتلناش الاستعمار قتلنا الدمار تاع الديق دمار الديق الميزيرية كاين اللي كلا كاين اللي فطر ما تعشاش كاين اللي تعشى ما فطرش كاين اللي ما فطر ما تعشى خبز والماء وين هذاك وين انا لاحقين يا وين انا لاحقين خاصنا بارطاجيو الماكسيموم بارطاجيو الماكسيموم نسحقوا الماكسيموم من الفي شو مانيش قاعد شايف هاي لك ومن بعد يجي المسؤول من هنايا باش يجي يشوف اه ما جيش تشفى ما تجيش تشفى ما نخلوك تشوف تفرغ غير في الزوالي احنا موالفين بيها نعم باين لا لا احنا نبداو من هنا مصباح وما يتضربوا مع لابوليس ويتضربوا مع ما تهدرش ما تقلك ما تهدرش بالاسماء المهم والي ولايه الجزائر جل هنا وتحاوز جل هنا وتحاوز ما تريحش معانا وما تشوش فينا وما ما توقفش معانا كان وقف باش توقف معانا توقف معانا قبل ما تريب عليهم واش جيت دير دوكا واش جيت دير الرابور قدر الله ما شاء فعل اه ولا لا تتحمل المسؤوليه هذه يا الله
خالد يا خالد يا خالد يا خالد قالوا ولاد حومتي هادو ما جيت باش نعاون ما جيت باش نخدم ولا جيت تطوع قالوا له ما طلعش حتى مراكش لابس البدله تاعك كاين دوك الاعوان راهم لابسين يخدموا كاين بزاف اعوان الحمايه المدنيه ولاد الحي حطوا باش يطوعوا تطوعا باش يعاونوا باللي يقدروا قالوا لهم يا ودي هيا ما بيلغوني معنا قدامهم شوفوا الله يسلمك اخدامي يا اخو جاي بطل لي في عبطه ايه يا ريت خلى والله انا نحو تاع ان شاء الله تشعل ما تطفاش لا لا ان شاء الله تكون حاجه سلميه باش يدوا الحق تاعهم كامل للجيران باذن الله ما راهيش سلميه ما كاش حقوق ما كاش حقوق تجيب غير العون معليش معليش نموتوا كاع نموتوا كاع وما يروحوا كاع اولاد مربيين ومؤدبين ومأصلين وسلميين وماشي تاع المشاكل وشنو ندوا حقوقنا بطريقه قانونيه الطريقه القانونيه ان شاء الله نوصلوا للحقوق تاعنا انا ضد العون لانه العون ما يجيب والو يجيب تكسار والتكسار هذاك لما لينا ولديارنا ولبناتنا ولولادنا عينا متكسر عينا من المشاكل اخو باك طيح لي ما عليك قصدك معليش معليش عييت خو ما قدرتش نشد روحي هادي صعيبة شوية دوك هادي لازم يجبدوها بلحبة كيرفضوها يطفوها لازم يدناو باش هذا كلش هذا لا يربط ولا غير حرب عقلتني صح صح رحنا كش ما نعاونه رحنا كش ما نعاونه ما مطرم ساكن عم داخل مع العدون عم حاصلين لهم الله ربي يقدر الخير يا اخو لازم يدلنا ويا اخو باش ما تكونش ان شاء الله اوبستاكل ولا حاجه هذا ماشي في الحسبان باليش انا نقول لك لازم يشوفوا لازم الناس تشوف ايه ايه لازم الناس قاعد تشوف باسكو قاعد ساكت على هكذا ماهيش فريق Thank you.
الزعفان يكمل عليها. الله يعطيك الخير ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. حط مش حاجه يا شيخ. انت مشتاه دياله ان شاء الله هذاك من بعد يضربوا. ما يقدرش تخاف ترابي يريب عليه. يريب عليه يريب عليه. يريب عليه. يريب عليه. هذه كاع مشتاه دياله ويدور تليفون هكذا. من قرطبه من هو تاعهم. تشوف فيهم درك قاعدين يتشاوروا. هو راح يجي عدلان ما جاش عدلان هذا نحكي اسمع ايوه ما نحكي لا ما نحكي لا على باليش يدور على باليش بعدك خلاص بسم الله هو اكبر هذه خدمه انا كنت جاي لازم يزيد يدير عقدام دخل من فوق باش يدو لي الشحوات من الأرض ضرب ماركون هبط عادية عليك صوت عليك يوسف ان شاء الله يكون الخير برك يا اخي ان شاء الله الخير ماشي يوسف شتا ها ايه ولا كان ماشي سامع شوف يا علي ساعه وسامع الله الخير ان شاء الله الخير ان شاء الله باديه ان شاء الله الخير
يا سوق عباس كوم أكاري زاكي 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 بالح والله ما جبت خبر قاعد وقت ما اسمح لي والله اسمح لي الله ديتنا حان ان شاء الله لا خاوتنا هذه قاع مشتا شتا راه يطيح يقيس ديجيتال ويتنقلب تليفون سمحوا لنا خاوتنا بسم الله بسم الله ربي يحفظهم يا اخو الحماية ادم بارك الله فيهم ربي يحفظهم ان شاء الله الله سلامات ان شاء الله يا حظك يوسف لك صحه يوسف كيف قابلك المسحوم الشداد جديد وصل سلام احمد ها خاوتنا ربي يحفظكم كاين برك ابناء الحي خلك من الافضل تحب بس المقطع بالك يخرجوا ولاد حومتنا ولا حفاظا على كرامتهم وكرامه الحي كما كرامه الانسان حيا كما كرامته يكون ميتا سمحوا لنا ربي يفتح عليكم بارطاجيو لنا هذا الفيديو باش يوصل الصوت تاع اولاد القصبه يراهم يطالبوا بالرحله وديار رايبين هذوما راهم يحوسوا باش يرحلوا اليوم راهي هنا غدوه ان شاء الله راهي عند جيراننا واحد اخرين ان شاء الله يكون بعيد الشر ان شاء الله يتوصل الرساله بارك الله فيكم والسلام عليكم شكرا